الصحة والجمال. أي ظروف، أي ظروف موجودة ما دام أنا أقدر أسيرها مع الدين ولا تضر المجتمع، ده شيء يرفع من كيان الدين ويرفع من كيان المجتمع. طيب أشكرك أستاذ محمد السباعي، يعني فرصة يعني للعدل ما بين الطرفين، فأنت عقبت وهو عقب على ما قلته، وأنا عندي سؤال تاني لمعاليك، من المتسبب؟ أنا ما بعديش حاجة. طب ممكن بس نخليها للفقرة التانية في البرنامج، هو فقرة معي. الأسئلة اتفضل. طيب سؤال الآن، من المتسبب في مشاكل الإقامة في بيت العائلة؟ أهل الأسرة، يعني الأهل، أم أحد الزوجين؟ هو عادة حضرتك يعني، بس برضو لو رجعنا للشريعة الإسلامية على فكرة هنجدها بتحفز على الاستقلالية. نعم. بدليل فضل. إن النهاردة الزوجة بتبقى يعني غريبة عن بيت العيل. النهاردة هي تتكشف على مين وما تتكشفش على مين. القرآن الكريم حدد، أنا مش فاكر النص بالظبط بس فاكر المعنى، والقرآن لا يقال بالمعنى. لكن كلنا عارفين إن من بلغ الحلم او يعني محظورات كتيره جدا على الزوجه تاخد حقوقكم. بص الايه صريحه، ده بعد اذن حضرتك، ده بعد اذن حضرتك. اذا النهارده سياق الشريعه الاسلاميه ترحب بالاستقلاليه. ليه؟ نعم. عشان الزوجه تاخد راحتها والزوج ياخد راحته. سليم. طيب. هذه واحده. من ناحيه التفكك الاسري، ما اعرفش انا ايه دخل التفكك الاسري بالاستقلاليه. ما انا النهارده ابني لو قاعد في شقه بمفرده، او اخويا قاعد في شقه بمفرده، حصلت له ظروف، انا بشيل بيت. مش بالضروره ان احنا نكون مقيمين في بيت العيله عشان نتضامن مع بعض. لازلت مصرا على ما قاله. السؤال ده حضرتك ايه بقى؟ انا سؤالي يعني، واسف وحضرتك ما تضايقش. لا انا مش متضايق، بس انا بحاول اراعي انه كل الطرفين ياخدوا نفس الوقت ونفس المساحه في الاجابه حتى تصل وجهه النظر كامله. طيب انا بس عندي نظام، انا شخص بحب النظام، لان هذا البرنامج له نظام. سؤال سيادتك ايه بقى؟ سؤالي، من الذي تسبب في مشاكل الإقامة في بيت العائلة، الأهل أم أحد الزوجين؟ هو بيبقى فيه ضجر من ناحيتين، وعلى الأخص الحموات، زي ما بتتصور في أفلام السينمائية كده، هي دي الحما المصرية. سليم. وفي نفس الوقت الزوجة بتتضرر من وجودها، فبتحصل المشاكل من هنا. بتنصب على مين بقى؟ على الزوج وعلى أهل الزوج. بتوصل، ممكن توصل لمحاكم. يعني أنا شخصيا جالي مكتبي 2 متفقين جدا. نعم. كل اللي طالبينه بيقولوا احنا عايزين نتطلق، بس عايزين نعرف كل واحد حقوقه، اقسم بالله دي حقيقه. كويس. فانا بصيت لهم كده، انا من ناحيه مش يعني الاحوال الشخصيه ما بشتغلهاش كتير. سليم. فبقول لهم ده انتوا ما شاء الله، ده يعني ده انتوا ايه ده؟ ايه العقل ده؟ انتوا جايين كل واحد هتنفصلوا وما فيش خلاف ومش زعلانين من بعض، كل واحد عايز بس يعرف حقوقه ايه؟ قلت لهم ايه القصه؟ اتضع ان هم مقيمين مع في نفس العماره بتاع اهل الزوجه. كويس. اقسم بالله خرجوا من عندي لحد النهارده عايشين بلا مشاكل. تمام. بلا مشاكل ولا محاكم ولا اي حاجه. طيب مين بقى اللي بيتسبب في المشاكل؟ بيتسبب زي ما بقول لحضرتك، دائما الحما لا تتفق مع مرات ابنها، او مرات الابن ما بتتفقش مع الحما او مع بقيه العيله. كويس. ليه؟ لان هي ليها يعني كانت عايشه في اسره، معيشه قد تكون مختلفه عن الاسره الجديده اللي انتقلت ليها، فما فيش توافق، فبيحصل الخلاف هنا. الام طبعا او الحما بتضغط عليها على حساب ممكن بناتها، على حساب اولادها، فبتحمل عليها هي في شغل البيت، بتحمل عليها هي. طب انا النهارده مثلا عايز اكل طبق كوشه، انا والست بتاعي، بقيت العيله يفرضوا عليا ملوخيه بالارانب؟ معايا حضرتك يعني انت تعبوا هذا الامر لاختلاف المعيشه، طريقه المعيشه بتفرض قيود على الزوجه، والزوجه لسه جديده وعروسه جديده وعايزه تعيش. فما ينفعش نحطها في القالب اللي هو ايه؟ التحكم. لا يكون الامر هو مساله نفسيه بتكون ما بين الزوجه والحماية. يعني الزوجه بتبقى يعني املها انها تعيش في بيت بقى وتطبق افكارها هي وتنطلق وتعمل اسره وهكذا، فتصدم بالاوامر العائليه. وسي السيد برضو واخوك الكبير يا حسن. اشكرك شكرا جزيلا استاذ عادل الصغير. نفس السؤال لجنابك يا استاذ محمد، من هو الذي يتسبب في مشاكل بيت العائله؟ هل هي الاسره ام احد الزوجين؟
هي بتختلف من مكان لمكان وبتختلف من شخص لشخص ومن أسرة لأسرة. نعم. في بعض الأحيان بيكون الأسباب زي ما قال الأستاذ الحموات. نعم. وفي بعض الأحيان بتكون المشاكل اللي قبل الزواج. مشاكل ما قبل الزواج. مشكلة تكلفة الزواج الكبيرة قوي 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 اللي بدأ المجتمع النهاردة يمشي فيه. نعم. أما بيخلصوا الزواج بتبدأ ديون الزواج عايزه تتسدد. طيب يحصل خلاف في التسديد بتاعها. دي ناحيه. الناحيه الثانيه ممكن الطرفين الاثنين بقى نفسهم يبقوا مختلفين مع بعض بغض النظر عن الحموات. تقصد الزوجين؟ الزوجين نفسهم يبقوا هم اصلا مش متفقين مع بعض. نعم. مش طبيعتهم مش متوافقه مع بعضه. كويس. فبيحصل خلاف. وبعدين نسبه اللي بيتجوزوا بيت العيله بما يرضي الله دلوقتي نسبتها اقل بنسبه كبيره جدا 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 عن النسبه اللي موجوده زمان. ورغم كده نسب الخلاف عاليه جدا. وانه انه ان ممكن يقال الخلاف الاساسي 80% منه اقتصادي. الخلاف الاساسي 80% منه سببه اقتصادي. وقوانين الاحوال الشخصيه. لا قوانين الاحوال الشخصيه دي عايزه موضوع وعايزه حلقه. ما تنفعش نتكلم قوانين الاسره. ما ينفعش نجيب سيرتها دلوقتي. انا اسف يا ريس. لا اتفضل. انت فاهمني حضرتك. اه. فانت تبص تلاقي الاسره بتتجوز الفردين الاثنين بيتجوزهم الدخل بتاعهم الاثنين على بعضه كده يا دوب يعيشوا يضاف عليه ديون. نعم. ده بالاضافه بقى لان احنا للاسف الشديد اتعودنا ان احنا طموحاتنا تبقى اكبر من قدراتنا. طيب الطموحات الاكبر من القدرات دي سبب كبير جدا جدا ل 80% من المشاكل اللي موجوده ما بين الاسره الصغيره سواء في بيت العيله او خارج بيت العيله. يعني انت تعدو الامر الى مشاكل اقتصاديه او اختلاف في وجهه نظر. 80% منهم اسباب اقتصاديه. لكن اقامه في بيت العيله لا يتسبب في مشاكل. بص مفيش حاجه في الدنيا ما بتسببش في مشاكل. طب خليني اسالك سؤال تاني. اتفضل. يعني الا يمكن ان يكون الاقامه في بيت العائله هو يعني احد الحلول لمشكلات الزواج تاخر احنا كنا نشرح الكلام ده بقى لو دخلنا في الموضوع. بص حضرتك. لو رجعنا للبساطه لا يمكن ان يكون حلا لهذه المساله. بالتاكيد احد الحلول مسألة. احد الحلول. وان كان لا يقبله المجتمع في الوقت الحالي. ده تكلفته الاقتصاديه اعلى. لا 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 تكلفته الاقتصاديه مش اعلى. الاقتصاديه اعلى. لا 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 انا هسال حضرتك نفس السؤال. لا 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 بالنسبه لمين لمين ما بيقدرش. بص حضرتك لازم يتكلم. بص حضرتك بص حضرتك اتفضل. زمان او اللي احنا كنا بنشوفه زمان كان يعني كانت الامور بسيطه. كانت اوضه في 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 اوضه في بيت. نعم. كان يعني التجهيز اوضه في بيت. دلوقتي بقى التجهيز بيت في بيت. الفرق بين الاثنين. نعم. تكلفه الزواج بالتاكيد قبل كده كانت اقل بنسب عاليه جدا جدا ما لهاش حسابات. ما لهاش ضابط كمان. يعني انا حتى انا بكلم حضرتك سالت حضرتك السؤال ده ليه؟ لانه احنا عندنا ثقافه البناء يعني الراسي مش الافقي. بالتأكيد. ليه؟ لانه هذا جاي من الموروث اللي هو انه الاقامه في بيت العيله انه يكون في مكان للاب وبعدين الابناء لما يتزوجوا وكلام. فاحنا عندنا ثقافه البناء الراسي وليس ثقافه البناء الافقي. حضرتك متفق معايا في هذا الامر. احنا عندنا ثقافه البيوت المكدسة. نعم. المتراكمة على بعضها. اللي ما فيهاش اي هو نوع من ثقافتنا. خلاص خدنا عليه. اصل هو اكبر عائد مادي. يعني اللي موجود دلوقتي ده بيهدوا الفيلل دي في 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 الجيزة اللي محرمة انها تتقفل علشان يبنوا مكانها عمارات وابراج. نعم. لانها بتدخل دخل اعلى كتير جدا جدا من الاماكن. طيب التاريخ. يعني انت ترى ان هذا الامر هو يعني ان هذا الامر احد الحلول وان يعني ما يحدث الان هو هدم لقيمه الاسره او لتفريخ بالتأكيد. للاسره. بالتاكيد. شكرا جزيلا استاذ محمد السباعي. نفس السؤال لحضرتك يا سياده المستشار. هل ترى ان موضوع الاقامه في بيت العائله يمكن ان يكون حلا ومدخلا لحل مشكلات تاخر الزواج والعنوسه؟ على الاطلاق. لان النهارده حضرتك اقامه بيت العيله يعني جهز لهم مكان في بيت العيله.
كويس. تكلفة النهاردة لما جهز شقة في بيت العيلة شوف تكلفتها كام. النهاردة عندنا قانون إيجار الأماكن الجديد بألف جنيه ياخد شقة متشطبة ويسكن بيها. هو الشاب بياخد كام عشان يدفع ألف جنيه؟ لا ما هنسمح حضرتك لا عايزين نوازن بقى. نعم. الشقة بيت والده أو في بيت العيلة هتكلفه كام لو اتبنت؟ نعم. ولا هيقعد مع والده ووالدته في الاوضه؟ ممكن والده اللي بناها له، او ممكن يعني ما لو يقبل ان هو بص يعيش. هقول لحضرتك الا يحدث ان هقول لحضرتك اذا كان هناك مساعده من الاهل نعم. فلما لا تكون في الاستقلاليه؟ يعني اذا كان الاب من البدايه عنده استعداد يساعد فبيساعد سواء كان في استقلاليه او في بيت العيله. نعم. سليم. نعم. مش معنى ان هو ياخد سكن مستقل ان هو يمتنع عن مساعده ابنه. لا، الاب اللي عنده الاستعداد اللي هو يساعد وعنده المقدره للمساعده بالعكس بيسعى للاستقلاليه. فالنهارده عشان يبني له شقه في نفس بيت العيله شوف هتتكلف كام. بلاش شقه، اوضه وصاله، هتتكلف كام النهارده؟ حضرتك الشاب لو معاه 1000 جنيه بيروح ياخد شقه يدفع لها شهر مقدم ايجار او تامين وشهر ايجار وبياخد الشقه ويسكن. طب نحسبها تاني بحسبه بسيطه، نيجي بس نرد على جزئيه كان هتسمع. طب نحسبها بحسبه بسيطه بكام؟ يعني لو انه دفع 1000 جنيه في الشهر، مش يعني في الشهر يا فندم، امال بيدفع ايه في السنه؟ تامين 500 جنيه والشقه اجارها 500 جنيه بيدفع الشهر اللي هو يعني مفيش الكلام ده. مفيش فين الشقه ب 500 جنيه دي؟ فين يا فندم؟ يا عم حتى لو 500 هو ده كل مناط الزمالك والزمالك في هنا في الطوابق، في طوابق في صلاه يا استاذ 100 جنيه كمان ايجار شقه يا عم. انا هشوف الموضوع ده، نشوف الموضوع ده. لا لا لا، ديون الزواج بقى بعد اذن حضرتك. يعني انا عايز اعرف ليه الربط من ديون الزواج؟ بيجيبه بالقسط، جهاز بيجي بالقسط، جرت العاده على كده، وصلات الامانه والغارمات والضامنات واللازمين والمشاكل اللي طب بعد اذن حضرتك. هو اللي هيجيب بالقسط سواء كان في بيت العيله هيجيب بالقسط، سواء كان في مستشفى هو ما يقصده، بس العيله هتقف جنبه حتى لو حدثت مشكله. العيله برضه نرجع لتصبح مسؤوله عن الزوجه، هل العيله مش هتبقى مسؤوله عن ابنها اذا كان في مقدرتها المساعده الا لو قاعد معاهم؟ ممكن ضربت غريب جدا. ممكن ان يكون هناك وجهه نظر من العائله انه ان الزوجه بدات بالاستقلاليه فهي مسؤوله عن حياتها وتسير يعني. اتفضل. بالتاكيد. بص حضرتك دلوقتي، هو الاب لما بيبقى عايز ابنه يقعد معاه بيبقى عايز منه يقعد معاه ليه؟ ما عايز منه هيبص لاخوه وهيبص لاخته وهيبص للاسره، مش هيبعد عنها. هيبقى منه لمشاكلها معاهم. نعم. شايلها زي ما هم شايلينه. نعم. هم شايلينه وهو شايلهم. لكن لما استاذ محمد بيتكلم عن فكره الذمه الماليه الواحده، ان هو معتقد ان الزوج النهارده هيجي يجيب المرتب بتاعه والزوجه هتجيب المرتب بتاعها، اتفضل يا بابا ادي المرتب. الاستاذ محمد فكرته بتقول كده. نعم. انها ايه، في ترابط بقى. كل واحد هيجيب دخله ويدوا للكبير يصرف. ما ماشي ما عادش يا فندم. ما عادش الكلام ده ولا في الارياف. هل النهارده تتخيل حضرتك ان ابن النهارده هيروح يجيب مرتبه ومراته هتجيب مرتبها وتدوم؟ طب هما يعيشوا ازاي؟ ما عادش الكلام ده موضوع، خلينا منطقيين. بس عايزين ننزل على ارض الواقع يا ريس. انا ما قلتش الكلام ده بالارض الواقع. لا 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 لا، بص حضرتك، هل احنا كده بنحلق في السماء؟ لا 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 لا، انا ما قلتش الكلام ده. احنا عايزين نعيش التجربه من حيث الواقع. بص حضرتك، انا ما قلتش الكلام ده. هو حتى لو استقل ماليا عن اسرته، لكن مش هيبقى مستقل نفسيا واجتماعيا وكل البيت حته واحده. بغض النظر عن ده بيصرف او ده ما بيصرفش، ده البعيد بيبقى غالي حتى عن اللي انت شايفه كل يوم. لا يا سعاده الباشا، مش البعيد المسافر حتى يعود يا ريس. المسافر حتى يعود. البعيد المسافر مش هو كده. المسافر لا، المسافر لظروف اللي انا تحت البدي كده على طول، مش اللي هو مختارها. نفهم؟ المسافر للظروف اللي اتفرضت عليه، مش اللي هو اختارها. لا احنا بنقول على سبيل المثال يعني. ما انا عارف. لا ما انا كده لا. لا, 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 لا لا هو يعني انت رايك له وجاهه، يعني انه يعني التواجد في بيت العائله ممكن ان يزيد من مساله الزواج المشاكل وافشال الزواج. لو دخلت محكم الاسره هتلاقي وحضرتك بتتحدث عن قيمه كانت موجوده في المجتمع المصري واختفت. ما اختفت ليه؟ هو الترابط الاسري اللي هو الترابط الاسري نتيجتها ولا بقعد موجود في بيت العيله او مستقل. يعني انت بتتحدث عن ما هو كائن في ارض الواقع، انه نظرا للظروف وشكل الحياه وسرعه تحدث عن ما كان وعن القيمه ترابط الاسره بالكيفيه اللي بيقول عليها محمد بيه النهارده. ترابط الاسره ده كان زمان.
سليم. النهارده حضرتك احنا احنا جزء من مجتمع، احنا جزء من مجتمع، جزء من العالم. شوفوا العالم حوالينا بيتطور ازاي، مش هنظل محلك سر. يعني انا النهارده انا مطالب اعيش بنفس الكيفيه اللي عاش بيها جدي؟ لا، ما حدش جاب سيره العيشه. هذا الكلام هو العيشه ملهاش دعوه بالقيمه. هو القيمه النهارده يا جمال بيبقى ديزه حضرتك. انا راجل ريفي برضه، صفوه العرب معايا، صفوه بيه. انا من من احدى قرى الجيزه. نعم. عشان ما نعملش دعايه يعني. حتى في الارياف النهارده ما عادش الكلام ده خلاص، والتفكك الاسري حتى داخل العيله بتحصل مشاكل اكتر. فبتؤدي الى ايه؟ تفكك اكتر. يعني النهارده لما بيعيشوا في بيت العيله بتحصل مشاكل كتير. دي بتعمل خصام طول العمر بقى، وبتعمل حزازيات بين الاهل طول العمر. سليم. وبالتالي مين اللي بيعاني؟ الابن وزوجته، وفضلوا في قطيعه مع بعض. انما لما هم بايد، صدقني كده بتبقى الزيارات خفيفه وحلوه كده ودسمه والامور تمام. طيب انا عندي سؤال، وبعدها ننتقل للجزء الثاني من البرنامج، وهبدا هبدا سؤالي بالاستاذ محمد السباعي. هناك راي يقول ان من يقبل ان يعيش في منزل اهل زوجته، يعني ممكن بيت العيله ده يكون بيت الزوجه ايضا، يعني هناك شريحه في المجتمع نظرا للظروف الاقتصاديه تقبل ان تعيش في بيت الزوجه، ويقال هذا الراي يقول ان من يقبل هذا الوضع بيفقد جزء كبير من رجولته وكلمته في المنزل. ما رايك في هذا الامر؟ انا موافق على دي. موافق على هذا الكلام. الراجل ربنا سبحانه وتعالى خصه بالنفقه. نعم. طب كيف تؤيد بيت العائله، كيف تؤيد يعني الاقامه في بيت عيله؟ ما هو بيت العيله ممكن للنفقه بقى، ممكن بقى نفهم، ممكن بس تكون الاسره بتربطوا حاجات كده بحاجات. ممكن لا ممكن علاقه ممكن لا 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 محمد، استاذ محمد، ممكن هذا الكلام يبدو انه متناقض، يعني يبدو انه متناقض. انت مع بيت العيله والإقامة وأنها قيمة كانت موجودة في المجتمع المصري، والآن عندما أتى الأمر إلى أنه بيت العيلة ده ممكن يكون بيت الزوجة، فأنت بتقول لا، أنا مش موافق على هذا الكلام. حضرتك مع أن دول عيلة ودول عيلة. الرجال قوامون على النساء. نعم. بما فضل الله بعضهم على بعض. وبما أنفقوا. الراجل ما ينفعش أنه هو يروح يسكن في بيت غير الراجل مسؤول عن انه يوفر السكن للست، مش الست اللي توفر السكن للراجل. نعم. الدين والشرع بيقول كده. نعم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. نعم. فالراجل هو اللي مسؤول عن توفير السكن للست، مش الست اللي مسؤول عن توفير السكن للراجل. يعني انت مع بيت العيله اذا كان يعني بالمواصفات التي درجنا عليها ان بيت العيله ده يكون بيت الزوج. شكرا بالزبط. جزيلا استاذ محمد السباعي. نفس السؤال لا تعقيب، بعد اسمعي، بص نفس السؤال بعد اسمعي. كنا اتفضل، انا كتبتها كده يعني باللغه بتاعتنا احنا. ليست الاقامه في بيت العيله دليل على ان الاثنين ان شاء الله هيبقوا عاله على العيله، سواء كانوا في بيت اهل الزوج او في بيت اهل الزوجه. نعم. فالنهارده مين قال ان انا النهارده خليني حماتي ست لوحدها وعندها ظروف كويس وست محترمة وهادية وتمام التمام وما فيش مشاكل؟ ايه المانع ان انا اعيش معاها؟ بس مش معنى كده ان هي تصرف عليا. لا 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 لا. مين ليه الربط ده؟ يعني ليه اربط النهارده ان انا مثلا بفرض ان حمايا متوفي. نعم. وحماتي ست بطولها وعارف اعيش معاها وبتحبني وتمام التمام وراضي عني والامور تمام التمام. ظروف خاصة مش وضع عامل ايه؟ حاجة خاصة. انما في جميع الاحوال، في جميع الاحوال لا يمكن ان معنى الاقامه في بيت العيله ان انا هصبح عالي عليهم، ان هم اللي يصرفوا عليا، ان عيني تبقى مكسوره. ده كلام مش صح خالص. يعني الرجال قوامون على النساء يا صصف بما انفقوا. هينفقوا في بيت العيله، هينفقوا بره بيت العيله، هينفقوا. لكن هو عاده فيما عدا ما نضر، زي الحاله اللي ضربت لحضرتك بيها مثال، ما ينفعش ده بيت غير مقبول تماما. اشكرك شكرا جزيلا سعاده الباشا. اتفضل. الراجل والست لما بنيجي نحكم عليهم بنحكم بالاوضاع العامه اللي موجوده على مستوى المجتمع، ما نحكمش بالاستثناءات. القاعده ليس الاستثناء. اللي حضرتك بتقول عليه ده الاستثناء، ما يقوله الاستاذ عادل هو الاستثناء مش القاعده. انت تتحدث في القاعده. طيب هنشوف القاعده ولا الاستثناء، نروح لفقره منه له ونشوف اسئله الضيفين ايه. Thank you.
طيب اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، عدنا فقره منه له. من حقك توجه للاستاذ محمد سؤال، سؤال واحد، سؤال واحد هو معاك اهو استاذ محمد، اساله وجه له السباعي. ما عنا لك من اسئله. حضرتك مقيم في بيت العيله؟ أنا ارتضي امانتك في الرد. انا تزوجت في بيت العيله. حاليا حضرتك مقيم في حضرتك بيت العيله؟ حضرتك تسمع للاخر، انت حضرتك سالت يبقى تستنى للاجابه. اتفضل يا فندم. انا تزوجت في بيت العيله، نعم، وظللت. انا والدي توفى وانا في سنه ثالثه في الجامعه، وانا سقطت نفسي في سنه رابعه مخصوص عشان على ما اخويا يخش الجيش، عشان انا اكمل وتنيني شايل المسؤوليه، عشان لما يطلع من الجيش انا اخش. ما ينفعش ان احنا نخش احنا الاثنين، يبقى الاسره مش هتلقى مورد لل لما كبروا اخواتي وجم يتجوزوا، انا كانت ظروفي بقت احسن، انا اجرت شقه وسبت البيت لاخويا. حاليا حضرتك مش مقيم في بيت العيله؟ لا انا مش مقيم. وشاهد شاهد من لا انا مش مقيم في بيت العيله. لو بيت العيله انا صح، كان محمد في زمانه معايا. لا 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 انا فضيت بيت العيله علشان اخويا ما كانش فيه مكان في البيت، عشان لم يكن هناك مكان لاخيه. الله ما تبني بقى يا ريس، مش حضرتك من شويه كنت بتقول يبني على فكره البنى الراسي؟ الراسي والافق. ما هو البنى ده بيعتمد. كل سنه وحضرتك طيب محمد. البيت اللي احنا فيه كان زمان بيبنوا بالطوب الاحمر والطينه. طوب اللبن؟ لا الطوبة الحمراء لكن المونة الخضراء. فكان البيت لا يساع ان هو ينبني فوقه، لازم يتهد كله، لازم كلنا نخرج بقى نبني. دلوقتي بقى ناوي الحمد لله وهنرجع بيت العيله. ربنا يوسعك. عندك سؤال تاني؟ عندك سؤال تاني؟ للاستاذ محمد؟ اخبار الصحافه ايه؟ لا لا يبقى عندك سؤال يا استاذ محمد تاني؟ عندك سؤال تاني؟ عندك سؤال للاستاذ؟ لا 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 لازم تسأل. تحت امرك، تحت امرك. لازم تسأل استاذ عادل. اذا كان في اسراء للحلقه اهلا وسهلا. الناس اللي بتروح المحاكم وبتوصل لطريق مسدود سببها ايه؟ هقول لحضرتك على حاجه. رغم ان هم عايشين، هقول سببها في بيت واحد وفي بيت مستقل. ممكن ما وافقنيش. اسمع اسمع، لا انا 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 لا راي لي في هذا الموضوع. 99% من يعني مشاكل الاسره المصريه في قوانين الاسره. ايه اللي خلاهم يلجأوا اليومين دول؟ ايه اللي خلاهم يلجأوا لقوانين الاسره؟ هم ايه اللي لجأهم لقانون الاسره؟ هم عايشين في بيت مستقل وبعيدا عن الاسره، والخلافات بتنشط بنسب عالية جدا جدا. والمحاكم مش عايز اقول لك على الاعداد بتاعتها. انا الشغل بتاعي قريب من محكمة. احنا كل يوم نلقى عزال. طيب يا فندم، يا فندم عرض استاذ محمد، انت متبني رأي. ما تخدش 99% بما فيهم كلامك. طيب يعني اسمحوا لي ان احنا خرجنا قليلا عن موضوع الحلقة، وهو يعني الإقامة في بيت العائلة. أنت متبني رأي، هذا الرأي يعني مضاد للرأي الأستاذ عادل. أنت مع بيت العيلة قلبا وقالبا وهو ضد هذا الأمر، ولكنك لم تسأله حتى تبرز وجهة نظرك. يعني أنت سألته في قوانين الأسرة. لا يا أستاذ، هو مقيم في مستقل دلوقتي. لا 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 لا، هو سيادته مقيم مستقل دلوقتي. أنا عايزك تسأله سؤال. أنا بقول له، أنا بقول له إيه سبب كثرة القضايا بالرغم من الناس دي متجوزة وعايشة لوحدها في بيت مستقل. طب ده نفس بيت العيلة اكتر من المستقل. طيب ثانية واحدة، ثانية واحدة، ممكن يعني اسألك سؤال. يعني هقول لك حاجة، يعني حضرتك النهاردة في قضيتك التي تتبنى وجهة نظر فيها، ويعني بتعتبر ان لها وجهة اجتماعية ولها مدلولات ولها اسانيد ولها ولها ولها، يعني هذا الرأي المقابل لك يعني المختلف معك تماما، كيف تحرج هذا الرأي بسؤال يوضح يعني قيمة ورؤية وصدق موقفك؟ السؤال واضح، هو اللي بيقول كده يا بيه. انا بقول له ايه سبب كثرة القضايا بتاعت الانفصال وقضايا الخلافات الزوجية اللي موجودة في المحاكم بنسبة عالية جدا جدا، بالرغم وجودهم في بيت واحد مستقل بعيدا عن بيت العائلة. يعني انت طالق بالحلقة. اتفضل يا استاذنا، اتفضل. اولا حضرتك إذا كان في مشاكل من بين الزوج والزوج وهم مستقلين، فإنهم في بيت العيلة سيزيد عليها
مشاكلهم مع العيله. احنا في الواقع دلوقتي يبقى اذا برضو يا لو جينا دي واحده خليه وجهه نظر. اذا لو جينا ربطنا النهارده نعم، هل الاقامه ببيت العيله او الاستقلاليه هم اللي يزيدوا عدد القضايا في المحاكم؟ هقول لكم بكل ثقه الاقامه في بيت العيله. ليه؟ لان المشاكل الشخصيه بين الزوج والزوجه سيزيد عليها حتما المشاكل مع الاهل، ويبقى بيت العيله زاد من حجم القضايا، وممكن هو اللي يخفف ويقرب منهم، وممكن هو اللي يخفف ويقرب منهم. استاذ محمد بقى انا لاحظت من كلامه على ما يبدو انه طبيعته طبيعه ريفيه، بدا في الارياف. نعم سليم بيتكلم من وازع ان الاب توفى، هو متاثر بالتجربه بتاعته، وانه هو باعتباره الاكبر اضطر ياخر سنه عشان واحد منهم يشيل البيت. ده موجود في الارياف سليم، لكن دي تجربه شخصيه ما ينفعش يقاس عليها ظاهره لا 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 على مستوى مصر كلها. لا لا ده انا رديت على سؤال. لا ده انا رديت على سؤال. التجربه الشخصيه بتاعته الاستاذ محمد ما ينفعش اعممها على مصر. لا 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 انا ما ينفعش ارفر تجربتي الشخصيه على شقيقي او اخويا. يا استاذ صفوت كل واحد دي حرية شخصية. أنا لما اتكلمت عن تجربتي الشخصية ما اتكلمتش على ان هي حضرتك يعني هو حضرتك متأثر. لا 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 مش متأثر، ده مش عيب على فكرة. لا 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 مش عيب ان حضرتك متأثر، لان تجربتك تجربة ناجحة وتجربة تحترم. ان انت بتضحي يعني انت ضيعت سنة من حياتك عشان تنقذ الأسرة، ده تجربة يعني تفتخر بيها. مش انا مش انا مش انا مش انا مش بقول ان انا ما بفتخرش بيها. لو ما بفتخرش بيها ما بقول لحضرتك. لكن ما ينفعش بقى سعاده الرئيس ان احنا نعمم بقى ايه. انا لا 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 التعميم ملوش دعوه بده خالص. طيب اذا كان هو يعني يتحدث عن تجربته الشخصيه تمام، ويعمم تجربته الشخصيه كما قلت سعادتك على موضوع عام او موضوع اجتماعي عام، فكيف يعني تدحض وجاهه ما قاله؟ ويمكن أن يتعاطف معه الكثيرين ويحترموه بسبب ما قاله. كيف لك أن تضحض رأيه وتحرج رأيه بما أنك متبني الرأي الآخر اللي هو معارض لبيت العيلة؟ ما هو سؤالك؟ أنا أولا إذا كنا في مجال المبارزة لا احنا لازم يا فندم تقول له يعني احنا هناك رأيين. طالما أنك سيادته قال بالنص كده انه حاليا هو مقيم مستقل يا فندم. لا ده شخص يا فندم. لا شخص حاليا قال ايضا انه هيرجع لفضل بيت العيله، هنظل في بيت العيله، وقال ايضا انه هيرجع تاني لبيت العيله. لا انا مقيم مستقل للحفاظ على العيله. للحفاظ انا مقيم العيلة. مستقل يبقى اذا ده انا كلام مستقل يا باشا للحفاظ على العيله زي ما انا قلت. بعيدا عن التجربة الشخصيه عشان اكمل يعني سؤالك ليواجه الراي الذي قاله ايه او سؤالك الذي سؤال مباشر. ما هو سؤالك يا فندم؟ قلت له حضرتك مقيم في بيت عيله بعيدا عن ولا طالما انك لا تعترف بتجربته الشخصيه قلت انه متاثر بتجربته الشخصيه، نحن نتكلم في العام وليس الخاص، فما هو سؤالك حتى يعني تظهر يعني ضعف موقف الراي الاخر؟ سؤالك أنا للاستاذ أنا ضميرك الصحفي اتفضل بعد الحلقه كده وبعد المناقشات، هل حضرتك غيرت رايك ولا ما زلت مصر على رايك؟ لا انا مصر طبعا. طب نسبه الاقامه ببيت العيله النهارده في مصر كام؟ قليل. طب ما هو ده اللي انا بحارب عشان يعني انا ضد المجتمع. لا انا اصلح للمجتمع ده ازاي؟ انا اصلح للمجتمع. انا وظيفتي ان احنا نصلح افكار المجتمع. صلح ل 90 مليون ايه؟ ما عادش. يعني ايه ما عادش؟ يا فندم يبقى معنى كده ان بيت العيله دي ليها رغبه ولا قبول؟ هي سبب عند ابناء النهارده. احنا بنشوف ان ولا في الارياف والله يا ريس 90% من نسب التفكك اللي موجود. التفكك ملهاش علاقه. ازاي التفكك؟ بص هقول لحضرتك على حاجه. ازاي هقول لحضرتك على حاجه؟ الافكار الجديده اللي جاتنا مش سببها بيت العيله والاستقلاليه. احنا في عالم بقى مفتوح. اللي بيحصل ايه اللي جاب العالم المفتوح؟ هو ده اللي حصل في اخلاقياتنا والتفكك اللي حضرتك بتقول عليه. مش موضوع بيت العيله والاستقلاليه. لا يا استاذ صفوت العالم قريه صغيره النهارده. انا كنت عايز دي اللي اثرت في افكارنا ايام الظاهره دي بدات تنتشر بنسبة عالية ابتداء مثلا لما كان تعداد مصر 31 مليون. احنا النهاردة مثلا 90 مليون تمام. اما تيجي تحسب بنسبة 31 مليون كنسب، نسبة الزواج والطلاق اللي كانت موجودة مش محسوبة خالص.
نسبة الطلاق كانت قليلة جدا 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 بالرغم من وجودهم في بيت. ممكن اتدخل حضرتك يا استاذ محمد، انت بتتكلم عن فترة بعد اذن حضرتك اللي هي لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. طب ومال كل الاسرة، مش الاسرة، المصريين كلهم متقوقعين بيتنازلوا عن كل شيء عندهم عشان ايه؟ نفضل واقفين نحرم. لا 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 الحمار كانوا بيدوبوها في السكر في الارياف والشراب. السكر كان لا 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 السكر كان موجود، كان المجتمع كان متقاعد بنسب اكبر من الظروف الخاصه بالدوله. ما تجيش النهارده، لا 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 النهارده ابنك لو ما فطرش ما اعرفش ايه الصبح، لو ما خدش مصروف كام، هل الكلام ده كان موجود زمان؟ يا سعاده الرئيس، يا سعاده الرئيس، لا يا استاذ صفر، لا دي ظواهر اجتماعيه، بلاش بلاش نقيس عليها فشل. السياسه بالموضوع ملوش دعوه بالموضوع الحلقه. لا احنا دي سياسه يا فندم، بس اسمعني يا فندم، لا علم اجتماع، لا لا بلاش حضرتك، لا علم اجتماع، لا لا بتكلم عن علم اجتماع كده. بص حضرتك، مش دعوه بالسياسه خالص. الاوضاع اللي كانت موجوده حتى ما قلتش كان في فتره عهد مين من الرؤساء العائله اللي ما عادش موجود دلوقتي. كان استقرار مجتمع كمان، مش العائلة بس. لا ما هو الاستقرار العائلي مجتمع كله. لا 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 مجتمع كله كان عنده قناعة يا فندم. نعم. كان بيحاول حول فكرة معينة. لا 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 مش شرط ما عادش. بص يا بقى في حرية الطموحات اللي موجودة الطموحات أكبر من القدرات. بس كده. هي دي أساس المجتمع. دي ظاهرة اجتماعية. الطموحات الموجودة دي بدأت تكبر إزاي؟ الشقة دي أوضتين، لا أنا عايزها ثلاثة. ده عنده تلاجة وده ما عندوش، يبقى انا لازم عندي. دي الطموحات اللي تولد بسبب الاستقلالية. يعني بقول لك زمان الناس كانت الاستقلالية تقف في الطابور وتاخد الفرخ يا بيه. آه. تعمل الشاي بمطارح الحلاوة. معايا النهارده ما عادش. ايه مطارح الحلاوة دي؟ تعرف على في حلاوه كده القرقه سمسميه الصغيره دي، على فكره كانوا بيحطوها في الشاي على دلوقتي حسب معلول انك على فكره الصفر. على فكره على فتره معينه من الفترات يعني. نعم زمان في العصر اللي هو بيتكلم عنه كان السكر موجود بنسب اعلى من دلوقتي، وكان قوالب صغيره كده، قوالب البيضه دي، القوالب البيضه دي لا 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 ده كان فيه القمه. لا احنا يعني اذا كان المساله الاقتصاديه كان لها علاقه بتفضيل البعض للاقامه. هو بص هقول لحضرتك، ثقافتنا كمجتمع اتغيرت، ثقافتنا كمجتمع اتغيرت. يمكن الاستاذ محمد محق في ان الطموح النهارده بقى اعلى من الذكور. والطموح ليس عيب، الطموح شيء. لا لا الطموح لما يبقى اعلى من قدراتك عيب. يعني انا النهارده امكانياتي مثلا سي 5000 جنيه، انا بروح اصرف على جوازي مثلا 20000 جنيه. يا سعاده انا هبقى مديون ب 15000 جنيه في حدود قدراتي. بالظبط كده. انا اقدر اكسب 1000 جنيه، ما ينفعش يبقى طموحي اصرف 5000. بالظبط كده. لا انا لا اتحدث في هذه الجزئيه. انت قلت انه الواحد عنده شقه صغيره عايز يعمل شقه كبيره، ده مش عيب بدون عمل. يبقى ازاي بدون عمل؟ ما هو يعني زمان كان واحد في مصر، كان واحد في مصر كان عنده عربيه. الطموح له ادوات. طب ايه المرحله اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ بص حضرتك، ها ما كانش في غير التاكسي يا فندم. تمام. نادر اللي كان عنده عربيه ملاك. انا التاكسي كان غريب على حياتنا برضه. يا بيه التاكسي صح ولا ايه؟ التاكسي كنت كانت العربيات الضخمه دي اللي انت كنت بتقول تاكسي. تعالى النهارده كل شاب قبل ما يتخرج عايز العربيه. سليم. فالطموح انا مش عايز، انا مش معترض على انه عايز يكون عنده عربيه. بس بيقول عنده اعلى من الدخول، عنده القدره على انه يجيب العربيه ويصرف عليها. ما هو انا بقول لحضرتك الطموح اعلى من الدخل. طب اسمحوا لي اسال سؤال اخير في هذه الفقره. هبدا بحضرتك، هل انت مقتنع بما قال الاستاذ محمد السبان ورايك حكايه بيت العيله؟ لا لا ده احنا بنتحدث عن عن سراب او شيء مضى، يعني ما عادش ليه وجود النهارده خالص يعني. أشكرك ولا ينفع. اشكرك شكرا جزيلا استاذ عادل. استاذ محمد السباي، هل انت مقتنع بما قاله الاستاذ عادل الصغير؟ للاسف لست مقتنعا برايه تماما. حق وانا سعيد. اشكرك شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين. ننتقل الان الى فقره من الاخر التي يسعدنا فيها ان نتلقى اتصالاتكم التليفونيه ومشاركاتكم عبر الاس ام اس على الارقام الموضحه على الشاشه. يلا نروح لي من الاخر.
اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين. انا عندي سؤال ليك يا استاذ محمد. اتفضل. لو ان والد حضرتك عنده عماره وفي مكان لحضرتك في العماره دي، شقه يعني مكان في العماره دي، وعندك رفاهيه انك تسكن في العماره دي، هتفضل انك تسكن في العماره مع والدك ولا تسكن بره؟ لا هفضل اسكن مع والدي طبعا. هتسكن مع والدك بالتاكيد في نفس العماره؟ في نفس العماره. ترى ان هذا يعني شيء كويس يعني؟ ايه والدي وعنده عماره، ايهما احسن، ابقى جنبه ولا ابقى بعيد عنه؟ من باب يعني من باب حفاظك على الاسره يعني. ده بالتاكيد. طيب استاذ عادل، رايك ايه في هذا الموضوع؟ لو ان والد سعادتك عنده عماره او يعني اولا والدي الله يرحمه. الله يرحمه. لا هو يعني هل هي دي هي هي دي حضرتك بترجع للراحه النفسيه ليا انا شخصيا. بتفرق، دي مساله نسبيه، كل واحد بيختلف عن التاني. سليم. لكن ما هو برضه وجوده في عماره في شقه فيها نوع من الاستقلاليه. مش بمفهوم بيت العيله بالمعنى اللي بيتكلم عنه محمد، ما ممكن يكون يعني فيها شيء من الاستقلاليه، وان كان برضه ايه فيها قرب. فدي بتبقى راحه نفسيه، في ناس بتقبل اهلا وسهلا. طب انت كده بتقول انه اذا كان يعني انا ما بتكلمش عن شيء شخصي، الملائم بتكلم عن ظاهره اجتماعيه، وتوفرت يعني. وتوافر السكن الملائم في بيت العائله، وتوافرت الظروف بقى حاجة واحدة من الاستقلاليه، فانت تتوافق على بيت العائله. فهناك تناقض بين ما قلت وبين ردك على السؤال لا الان. لا يا فندم، لا 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 مش تناقض نهائي. مفهوم بيت العيله بالكيفيه اللي انتوا بتتكلموا عنها ده، انا حتى قلت ان اللي ياخد المرتب انت بتاعه ياخد المرتب، لا ياخد المرتب والزوجه تدي المرتب، ما هو نفس اخوك الكبير حسنين. حضرتك بتتكلم عن عماره فيها سكن الشيء. بقول ايه بقى؟ انا بقول ايه ده؟ انا النهارده جاي مش بتكلم عن تجربه شخصيه ليا. انا بتكلم عن ظاهره موجوده في المجتمع. بقول ان دي مساله نسبيه وراحه نفسيه. طيب اسال عاده نعم. انا صديق ليا قال لي ان ابنه في شقه قصاد حماته ورخيصه جدا وياخدوها في مكان كويس. الولد عايز ياخدها، هو رفض. والد والد الزوج رفض. وعشان ما عشان ايه؟ يحافظوا على علاقتهم الطيبه مع بعض، ما يبقاش في مشاكل. طب لو ان هذه قلت له ازاي ده؟ اقول لحضرتك. قال لي صوته عالي. غلط في مراته. اخوها سمعه. يبقى ايه الحل؟ طيب لو ان الموضوع يعني معكوس، لو ان الموضوع معكوس وهذه الشقه جنب شقه الوالد او انا بصراحه ما بفضلش، كان برضه هيرفض الاقامه بالكامل. كان صاحبك ده هيرفض ان ابنه يعيش جنبه؟ لو ايه؟ لو ان الشقه اللي هو الرخيصه دي ومواصفاتها كويسه وفي المتناول كانت جنبه، الزوجه هترفض حقها برضه؟ كان يعني كان الاب هيرفض ان ابنه ياخدها ولا كان هيفرح ان ابنه يبقى جنبه؟ الله اعلم. طب لو انك أسأل في هذا على فكره، لو انك عندك اولاد، لو انك في هذا الموقف وهناك شقه جنب حضرتك رخيصه جدا ومناسبه وابنك في امكانيات ابنك، هل ستفضل ان ياخذها ابنك ولا ابنك يروح لا مكان بعيد؟ انا بسالك، انا بسالك يا فندم. الابناء النهارده ما عادش بيتقبلوا ان انت تفرض عليهم اسلوب الحياه. هم اللي بيحددوا اسلوب الحياه وده الافضل. ما تضغطش على ابنك او بنتك او اخوك او حياه معينه. سيبه هو يختار، اديله الثقة في نفسه. نعم. هو اللي يختار وانت ساعده على انه يحقق طموحه. عشان بعد كده يبقى ايه؟ متحمل المسؤولية. انما لما بتجبره على شيء معين عمره ما يتحمل المسؤولية. طيب انا معايا اتصال تليفوني، استاذة رندا من القاهرة. استاذة رندا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة وضيوفك بخير يا رب، وكل المشاهدين يا رب بخير يا رب. كل سنة وحضرتك طيبة، كل سنة وحضرتك طيبة. عايزة تقولي ايه يا استاذة رندا؟ والله أنا عايزة أقول بس الأستاذ محمد السباعي حضرتك بتدعو لشيء أنا عارفة إن هو مستحيل في هذا الزمن، لأن مش كل الناس زي بعضها. نعم. ومش كل الناس دلوقتي بقت قلبها على قلب بعض، بالعكس. يعني أنا حاولت إن أنا أعمل بيت عيلة زي بيت عيلتي أنا مع إخواتي، والدي مثلا كان يوم الجمعه ده كان يعني عندنا في العيله يعني يعزم الدنيا كلها، وكانت الحياه عندنا مليانه بالسعاده والهنا والفرح. حاولت اعمل دوت مع بيت دوبي على العكس، قبلت بهذا الرفض تماما. نعم. بس قبلت برفض شديد جدا، وهم للاسف مش بيحبوا الاختلاط بالناس، بيحبوا الوحده. ما بيحبوش، مش دايما يعني يقبلوا الاخر في مكان. يعني حاجات كتير قوي قوي واجهتني بصعوبات شديده جدا. يعني انت مش مع بيت العائله، مش مع الاقامه في بيت العائله؟ لا، يعني بحاول ان هي بتقارن نفسها بزوجة بنتها. يعني يا استاذه رندا انت لست مؤيده للاقامه في بيت العائله؟
لا ابدا جدا. انا كنت فاكره ان ده ممكن يبقى يعني يخلي حياتي سعاده، لكن بالعكس ملا حياتي بالجحيم وتسبب بتاعتي انا وزوجي. على العكس انا وهو واخدين بعض عن حب شديد جدا، وكان سبب تعاستنا وفرقتنا ان هم تدخلوا في حياتنا وحاولوا ان هم يقحموا حياتهم عننا. حاولت كتير قوي، ياما كتير جدا، كانت يعني حماتي بتبقى غير متوقعه معايا، وكنت باجي على نفسي كتير. يعني هي كانت بتبقى يعني مختلفه مع زوجها واصالحها مع زوجها، لكن لو كنا نختلف كانت هي دايما بتبقى سبب المشاكل وعمرها ما صلحت ما بيننا ابدا. فلذلك انا ارفض لسبب واحد، خلينا نبقى حبايب من بعيد لبعيد عشان الاسره. حبايب من بعيد زي ما قلت. اشكرك يا استاذه رنده، شكرا جزيلا. استاذ محمد، هل سمعت ما قالته المتصلة الكريمة؟ أنا بحترم رأيها جدا يعني جدا. حاولت إنه يعني تقيم في بيت عيلة، ولكن تدخلات الأهل الزوج يعني كانت سببا في مشاكل. نعم. أنا بحترم إنها حاولت. وبحترم إن هي فكرت في إن ده الطريق الصح. نعم. إذا حصل لها صعوبات وما قدرتش تحققه، ده ظروف خارجة عنها وخارجة عن فكرتها، لكن فكرتها الأساسية إنها كانت عايزة كده. لكن يعني فكرتها كانت عايزة، لكن يعني صدمت بكم المشاكل والتعاسة. بص حضرتك، الواقع الأليم اللي إحنا عايشين فيه هو اللي خلق المشاكل دي. نعم. ده الواقع الأليم اللي بقى موجود. في بس بعد إذن أستاذ محمد، في حاجات تانية برضو احنا ملمسناهاش في الحلقة. يعني احنا اتكلمنا عن راحة الزوج وراحة الزوجة، ما اتكلمناش عن الاولاد، وضع الاولاد ايه. يعني النهاردة حضرتك عايش في بيت العيلة. نعم. معك اولادك، ربنا يخلي بقى هتخلف، مين اللي بيبقى ليه السيطرة هنا؟ كام واحد بيدوا تعليمات للاب للابن والابن او الابناء؟ فمعلش عفوا، طب انا عايز اطلع اولادي في ستايل معين. نعم سليم. ما بقدرش يعني في هذا توصل في بعض. لا مش اهانة بالظبط، مش اهانة، توصل في بعض الاحيان في جور وغير ما تقدرش توجه ولادك. نعم. على خلاف رغبة والدك. بص حضرتك، بص سليم، دي برضه بعد اجتماعي. لا ده لازم نراعيه. طبعا مهم جدا. الحياة اللي موجودة النهاردة بوضعها الحالي، 80% من الازواج بيسيبوا اولادهم لاهاليهم في بيوت اهاليهم عشان يربوهم لهم، عشان يترجعوا يلجأوا للعمل. ده فين ده؟ في كل حته. الست في الشغل ما عادش. لا موجود. الست في حاجه اسمها حضانه. الراجل في الشغل حضانه ايه دي؟ ما عادش يا هي اصلا ما عندهاش وقت ترجع الحضانه. يا استاذ محمد، دي الحقيقه حضرتك اللي بتقوله ده، ده يعني حاجات كانت موجوده زمان. لا موجوده انما حاليا موجوده دلوقتي. هو على ارض يعني الواقع، يعني على ارض الواقع يا استاذ محمد. لا في هذا، لا في نسب بسيطه قوي، يعني نسب موجود. نسب ايه موجود؟ يعني عند عندنا استثناء، عندنا الاولاد اللي بيطلعوا من الحضانه ما يلقوش اللي ياخدهم الحضانه ويوقفهم في الشارع او يتنهم في الحضانه لما اهاليهم يقعدوا بالثلاث ساعات والاربع ساعات، ايهما افضل؟ ده بيحصل. طيب يعني هو الاستاذ معانا. طيب انا معي اتصال اخر، الاعلاميه الاستاذه سحر فاروق. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير عليكم جميعا، كل سنه وحضراتكم طيبين وربنا يخليك. كل سنه وحضرتك طيبه يا استاذه. لك راي في هذا الامر يا استاذه سحر؟ نعم. لك راي في هذا الامر، موضوع الاقامه في بيت العيله؟ طبعا. انا بس اظن مش متابعه الحلقه من اولها، لكن لما فتحت يعني عرفت استكشفت الموضوع. اتفضلي. وانا في عقلي كده هعلق على حاجتين. في الاخت اللي اتصلت من شويه وبتقول لا انا مش مع بيت العيله. اولا انا طبعا قلبا وقالبا مع بيت العيله. شوفي انت بتقول ايه؟ بتقول عيله، لازم يعرفين يجوز في بعض. هو مش شطرت ان انا اخد الشاب ده من بيت اهله اسرقه واسكن بعيد، او هو يبقى شاطر ياخدني من بيت اهله وانا فارق بعيد. لازم العيلتين ينصهروا مع بعض ويدوبوا في بعض. دي نقطه. الحاجه الثانيه ان الاساس بقى البيت العيله، سواء او سوري الجواز، ان انا اسكن مع جوزي في بيت مامته او باباه، او هو يسكن في بيت عيلتي او كده. الاساس في الموضوع ده يمكن استاذي محمد السباعي يمكن يفهم معايا الحته دي، او في مثلا فلاحي بيقول ايه؟ العبره بالسكين مش بالمكان. خلاص؟ فاساس الموضوع ده الاخلاق. انا ارتضيت الشاب ده المفروض، هو
انا برتضي منظر وشكل وشيكه ولا بشوف نادي اكل صدام مدينه وخلقه في جاي يعني انا بشوف هو مامته باباه النشأة اللي نشأها البيت ده محترم ولا لا اخلاقيا محترم ولا لا هو كمان بيشوفني اذا كنت انا محترمه طالعة لامي ولا لا لابويا ولا لا طالعة من بيت محترم ولا لا لو فكرنا في المريخ اهالينا هيتدخلوا لو هم كانوا يعني مع احترامي للكل مش محترمين خلاص لو احنا فكرنا تحكيم في عشرة مش هيتدخلوا لو هم محترمين اذا العبره مش بالمكان في ناس بتقول لي لولادها اول ما يجوا يتجوزوا يعني احنا جوازنا زي جواز بنات اخرى ما فيهوش طلاق تاكلوا بعض تقرقبوا بعض احنا مالناش دعوه بيكم احيانا بيكون الاهالي محترمين جدا ما بيدخلوش في العيله في العيله الجديده الصغيره اللي ناشئه حاجه ثانيه احنا يمكن نسمعها خالص السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها ما هي اللي شالت الرسول صح ولا لا صلى الله عليه وسلم مين اللي واقف جنبها وهو اللي تاجر بمالها الرب عن واحدة اللي هو اختارها ما في واحدة ممكن ياخدها في مكان ويبقى معززة ومكرمة وتعلم ممكن واحدة يبقى ساكن مش عايز اقول بقى ساكن عندها عشان كلمه استاذ استاذ سحر استاذ سحر استاذ عادل الصغير يعني هو يعني حابب يسال حضرتك ويستفسر من حضرتك على شيء اولا انا بحيي حضرتك على التجربه الرائعه اللي انت عشتيها لكن بس حضرتك اسمح حضرتك بس سؤال استفسار بس بعد اذنك يعني هل تعتقد حضرتك نسبة كام في مصر النهاردة بيعيشوا التجربة اللي حضرتك عشتيها؟ لا اتفضل كده معلش كده مش سامعاك هو هيسألك يعني احنا بنتكلم عن المجتمع في هذه الظاهرة عن دولة مصر تمثل في المجتمع يا استاذ صح حالة شخصية حضرتك عشتيها لكن هل تعتقد النهاردة ان حضرتك نسبة كام ممكن يعيش في بيت العيلة بدون مشاكل زي ما حضرتك عشتي؟ عليا بظروف المجتمع هقول لحضرتك على حاجه انا بقول كتير انا يمكن مش فاهم حضرتك كويس بس قادر افهم حضرتك ايه ليه قرايب كتير من معارفي او قرايبي او جيراني بص انا زي ما قلت لحضرتك الركع على الاحترام اذا البيت ده محترم وفي على فكره شباب صغير في الجيل ده ساكنين مع اهلهم في بيت عيله ومش معنى بيت العيله ان هو هي هتنفق عليه لا هقول النسبة كام يا فندم النهارده في البلد؟ يا واحدة مع احترامي لحضرتك يا استاذ عادل انا رافضة انك تقول يسكن عندها في الفرق ما بين عند طالما قلت عندها يبقى هي هتتمرد عليه انت ساكن معاها ساكنين مع بعض يا استاذة سحر استاذة سحر ايه رافضة ايه؟ استاذة سحر نعم انا يعني الاستاذ عادل يسالك عن نسبه من يقبلون المعيشه في بيت العائله كم في المجتمع المصري لا انا بصراحه انا مش هقدر احط نسب لكن انا هقدر اقول لك عليه ان دلوقتي اذا كان الراجل او الشاب مقتدر ويقدر يجيب سكن منفرد والنص ايه المشكله ما فيش مشكله موضوع الناس مكبره طب حضرتك على عيني وراسي خلاص طب حضرتك اذا انت مش قادر وعايز تسكن في بيت عيلتك برضه انا ما عنديش مشكله انا ما قلت والله العظيم اباك في حضن حالاتي حضرتك في حضن طيب يا استاذ سحر ما بناش مشكله مجتمع يا فندم يا استاذ سحر ما بنتكلمش عن تجربه شخصيه استاذ سحر اسمح لي يا استاذ عادل الاستاذ عادل الصغير معارض لموضوع الاقامه في بيت العائله انا بقول الواقع بيقول ايه الواقع بيقول كده عندك سؤال ليه يا استاذ سحر الواقع بيقول كده يا استاذ سحر أنا مش كويس أنا بقول لحضرتك الأستاذ عادل الصغير المحامي معارض لفكرة الإقامة في بيت العائلة هل لديك سؤال عن هذا الموضوع له توجهيه له؟ لا والله انا مش عايز اقول غير حاجه واحده بس ان الاساس انا مفيش عندي سؤال انا مقتنع بحاجه واحده ان الاساس في الموضوع كله احترام انا لو شكلي بيت ارمي جوزي سامعيني يا ريت يا فندم يا ريت يبقى في احترام ومفيش مشاكل ولو كنت مع عيلتي احنا وظيفتنا نخلع الاحترام احنا وظيفتنا نخلع الاحترام يا ريت وظيفه مين بقى وظيفتنا احنا كمجتمع نخلع الاحترام زي ما احنا بنسمعها الطيران وجاي حد عندنا وجاي يفض المعركه أشكرك يا أستاذة شكرا جزيلا وصلت وجهة نظرك شكرا جزيلا الوضع هي بس الواضح ان الأستاذة بتتكلم عن تجربة شخصية هي عاشتها هم كل بعض زمايلها هو طبعا لما جينا قلنا لها قالت لا مجموعة التجارب الشخصية في المجتمع هي مكونات المجتمع الأستاذ محمد بيتكلم على اننا نصلح المجتمع صلح المجتمع يا أستاذ محمد وبعدين نرجع لبيت العيلة طب لماذا لا لماذا حضرتك صحفي اه مهمتك ايه بكتب يا بيه
صاحبي وكاتب سليم ولا ايه؟ اكتب يا فندم. بكتب والله. صح بقى المفاهيم بتاعت المجتمع ورجع لي النهارده زوجة الابن تعيش مع الحما وما فيش مشاكل. طب انت شايف ترجع. طب يا استاذ عادل على فكره انا تعترف ان هذا الوضع كان قائما في مصر لفتره كبيره. انا اتمنى ان مصر طيب كلها تعيش بيت واحد. اسمعني اسمعني. طب ما هو ده اللي انا عايزين نتكلم عنه. انا بتكلم عن الواقع اللي احنا عايشينه النهارده. ايه تفرق؟ انا شخصيا اتمنى ان كلنا ناكل في طبق واحد. مشاكل. طب اسمعني. طيب انا ممكن اسال يعني ممكن يعني ليا تعقيب لو سمحت لي. اتفضل. هل تعترف أن هذا الوضع كان قائما في مصر لفترة كبيرة؟ أكيد أكيد. وكان الأمور ماشية الفترة اللي اتكلم فيها يعني إلى الستينات وما قبلها. يعني لا حتى الخمسينات والأربعينات. يعني وما قبلها فهم صح. طيب يعني مش تشمل الخمسينات. لماذا إذا كانت هذه التجربة كانت تجربة ناجحة فلماذا لا نحاول أن نعود للم شمل العائلة المصرية مرة أخرى؟ بالضبط. مسؤولية الصحفيين. مسؤولية الباحثين الاجتماعيين. صح. نعم. بس أعتقد أنها صعبة. عارف ليه؟ هقول لحضرتك ليه. لأن إحنا الكون متغير. الكون نفسه متغير. ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش شيء ثابت. كل شيء في الكون متغير. وهكذا البشر. الظواهر الاجتماعية بتتغير كل فترة من السنين. لا بد من تغير المفاهيم الاجتماعية وأسلوب الحياة نفسه. نعم. ده سنة الحياة كده. سنة الحياة كده. إن كل فترة بتتغير نمط الحياة. نعم. أنت هتقف ضد الطبيعة؟ وقف ضد الطبيعة. لا لا لا, لا 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 الظواهر الاجتماعية ملهاش دعوة بالطبيعة. شوفوا لنا وصلوا لنا الظواهر الاجتماعية حالها عايز ترجع زي قال الإنسان المخلوق الفطري حالة. عايزنا نرجع زي زمان؟ يعني زمان نرجع يا ريت. طب لماذا يا ريت يعود الزمان الجميل هيئ الظروف للرجوع. شيلوا بقى النت وشيلوا بقى الحاجات اللي انا كان في حلقه هنا كنا بنتكلم يا فندم. ما هو يا فندم المؤثر القوي على النت. ما النت ده ما يمشي في النت ما بيأثرش على عقليه الشباب. بيأثر على عقليه الشباب. بيأثر. هو الاسره اللي بيغذي الاسره عباره عن ايه؟ مين اللي بيغذي النت؟ شاب وشاب وصلوا لسن الزواج اتزوجوا بس متاثرين بالنت. لانه وهكذا. ليه يا استاذ عادل؟ ليه؟ لانه حصل قصور في دور الاسره في دور رب الاسره. انه زمان كان الاب هو مصدر المعلومات وهو مصدر تشكيل عقليه هذا التحرر من السلطه الابويه. نعم. دي المجتمع اتجه لهذا الاتجاه. التمرد في تحرر الاولاد مش التمرد. الشباب بقى متمرد على نفسه يا استاذنا. التمرد ده نتيجه عدم انا على فكره بتكلم بواقعيه جدا. ماشي. انا الشباب متمرد ولا مش متمرد؟ سليم. التمرد ده متمرد للسلطه الابويه. زمان كان في خنوع. يا استاذ صفر. التمرد ده سببه الرئيسي عدم معالجه يا فندم. احنا جايين النهارده نشوف علاج ولا نقول الزوار اللي موجوده في المجتمع. طب ما هنا بقى الرد. اسمحوا لي يرجع زمان. اسمحوا لي انا سالنا الناس في الشارع سالنا الشباب في الشارع هل يفضلوا السكن بشكل مستقل ولا يفضلوا السكن في بيت العائله. هنروح نشوف. انا معايا تقرير وشفنا راي الشباب في هذا الموضوع. نروح نشوف التقرير ونرجع تاني. من الاخر هل تفضل تعيش مع مراتك حياة مستقلة ولا تعيش في بيت العيلة؟ والله ده ليه مميزات وعيوب وده ليه مميزات وعيوب. طب انت من وجهة نظرك ايه؟ الاستقلال طبعا. لان انا اعيش مع مراتي واكون اسرتي لوحدي. ليه؟ يعني هدوء وبعيد عن المشاكل شوية والواحد يبقى يتحمل المسؤولية بقدر الكافي. طب ما بيت العيلة بيت اللمة ومع والدك ومامتك. هو شيء جميل الواحد يعيش مع في بيت عيلة بس برضو بيبقى فيه مشاكل. بس الاستقلال بيبقى احسن. يعني من وجهة نظرك شايف ان الاستقلال افضل؟ اكيد احسن تجنبا لمشاكل كتير. والله انا افضل. انا اصلا عايش في بيت عيلة متربي يعني والد والدتي متوفين وكده وانا معايا اخواتي وعامل اسرة يعني وكلهم حواليا فانا افضل بيت العيلة. ليه؟ لان العيلة زي ما انت عارف بقى الجماعة وكده والاسرة وبتاع. انا بحب يكونوا حواليا وما بقاش لوحدي يعني. ما انت والحياة الزوجية برضو الحياة المستقرة وكده برضو ليها ميزة يعني. احيانا بيت العيلة بيبقى فيه مشاكل كتير. لا انا بالنسبة لي ما فيش مشاكل. انا بريء من المشاكل. انا ممكن عندي في مشكلة في البيت انا بحلها. يعتبر انا الكبير بتاع العيلة يعني. يعني ما حصلش معاك اي مشكلة وانت قاعد في بيت العيلة؟ لا لا
انا بحل المشكله، كيف المشكله انا اللي ببي. انا بتقابل على طول يعني، وانا اللي بحل، مش بسيبها كده يعني من غير حل يعني، لازم احل واشوف المشكله فين وكده واحلها. يعني انت بتفضل ان انت تعيش في بيت العيله؟ افضل، لان انا اصلا ما ناقش يعني على بيت العيله. لا، حياه مستقله طبعا. ليه؟ بفيها استقلال وحياتك الطبيعيه بقى، غير ما تعيش مع بيت الاسره طبعا، ابوك معاك، والدتك معاك، الكلام ده كله احسن لك ان تعيش لوحدك طبعا، تبقى مستقل في بيتك. من الاخر حلو باشا. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، رايك ايه يا استاذ عادل في اللي انت سمعته؟ هو 2-1 2-1 يعني انت مع ان النسبه اعلى من كده، النسبه اعلى من ذلك يعني. على فكره بس هقول لحضرتك على حاجه، احنا ما بنتكلمش على النهارده ما هو الافضل، احنا بنتكلم على ما هو واقع. احنا النهارده بنقر حقيقه واقع. وهل ترضى انا بتكلم عن شيء واقع في المجتمع اذا كان فيه تفكيكا للاسره وتفكيكا لقيمنا المجتمعيه؟ هل يجب ان نسعى لتغيير ما يعني؟ مين اللي قال فيه تفكيك؟ يعني خليني اسالك سؤال، هل انت راضي عن هذا الواقع يعني الذي تعيشه؟ انا عايز اقول لحضرتك دايما، حتى في الدراسات لما بتيجي تعمل دراسه وتدرس ظاهره اجتماعيه، ما تدرسش ظاهره اجتماعيه سنه حصلت في الخمسينات بمنظور اهل الناس اللي عايشين 2015، يبقى في ظلم معايا حضرتك. نعم. عايز تقارن بين بيت العيله والاستقلال في الخمسينات، قارنها في الخمسينات. عايز تقارنها في 2015، قارنها في 2015. نعم. معايا حضرتك. نعم. اللي انا ما تجيش تقول لي في الستينات والسبعينات وما قبلهم، وتيجي النهارده تربط لي او تقارن بال 2015. لا، ده ظلم. لان النهارده زي ما بقول لحضرتك الافكار حتى اتغيرت. نعم. هل الفكر النهارده اللي عندنا احنا هو اللي كان موجود عند ابهاتنا؟ طبعا لا. لا، اختلف الظرف والمكان والظروف. فالقياس هنا غير جائز. غير جائز. لكن انا بتكلم عن ايه؟ ما هو واقع في المجتمع المصري الان؟ ان الكل يفضل، مش الكل يعني، النسبه الاعلى تفضل الاقامه في استقلاليه. واعتقد ان التقرير بتاعكم ايد هذا الكلام. 2-1 طيب استاذ محمد، ألدلت مع رايك ان الاقامه في بيت العيله هي افضل من الاقامه بشكل مستقل؟ الافضل للمجتمع. الافضل للمجتمع. والاستاذ عادل يرى ان هذا رجوع الى الخلف. انا هاخد اجابه حضرتك بعد هذا الاتصال التليفوني. استاذ شريف، اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ صفوت، ازي حضرتك؟ اهلا يا فندم. الحقيقه بشكركم على الحلقه الجميله دي، وانا متابعها وكنت عايز اعمل مداخله من الصبح، ولكن انا المشكله ان انا بحب دايما ان انا لما اجي اعمل مداخله اعملها بعد ما اسمع كل الاراء المطروحه. اتفضل يا فندم. انا الحقيقه سمعت الاراء المطروحه في الاستاذ عادل، طبعا هو معارض لبيت العيله، وعند الاستاذ محمد مؤيد، ولكن انا ليا راي. انا شايف ان في شيء مثالي وفي شيء بيبقى وفق متطلبات العصر اللي موجوده دلوقتي. نعم. الشيء المثالي اللي بيتكلم فيه الاستاذ محمد السبعي. الاستاذ محمد السبعي بيتكلم كلام جميل جدا، ولكنه يعني انا شايفه ان هو لا يتعدى كونه كلام. كلام جميل ونتمنى جميعا ان هو يتحقق، ولكن لما نتكلم في كلام بنخرج بيه عن اطار الواقع فاعتقد لا داعي. بعيد جدا عن الواقع دلوقتي، صح؟ حضرتك يمكن كان في مداخله من شويه، كانت الاستاذه اللي كانت بتتكلم كلام وكان عن تجربه شخصيه خاصه بيها، وقيل لها في المكالمه او في خلال اتصالها بتتكلم عن تجربه شخصيه لا تعمم. كذلك الاستاذ محمد بيتكلم ربما عن تجربه شخصيه، انا ارى ان تعميمها في الوقت الحالي وفي الظروف الحاليه اعتقد انه صعب جدا. انا شايف ان هو شيء جميل ان اللمه حلوه. شيء جميل جدا الانسان يبقى عايش في وسط عزوه. شيء جميل جدا الانسان يكون مراته وهو في شغله مطمن عليها في وسط اهله. نعم. كل ده كلام جميل. ولكن احنا في وقت في ظروف اقتصاديه صعبه. نعم. اصبح كل شخص فينا مش قادر يتحمل الاخر. حتى ان كان ابنهم او بنتهم، فهم في لحظه معينه هم ربوا وكبروا وعلموا. مش عشان يفضلوا طول العمر شايلين حملهم.
الاب والام بيجوا في فتره من العمر عايزين اللي يشيلهم، مش هم اللي يفضلوا شايلين، ورغم كده بيفضلوا شايلين، بس مش معنى كده ان ده مش عبء عليهم. ده رقم واحد. رقم اتنين، حضرتك اعتقد لما بتطرحوا موضوع الحلقه ده اكيد انتوا بتطرحوا انت مع ولا ضد، وده صح ولا ده غلط. يبقى في الاول لما نتكلم نتكلم عن الواقع، وبعد ما نتكلم عن الواقع نتكلم وفق الواقع ده، ده صح ولا غلط. في ناس كتير للاسف انا شفتهم ممكن يكون الموضوع ده قائم دلوقتي، ناس ساكنه مع اهل جوزها ولا مع اهل مراته او كده، ولكن ده بقى استسهال من رجال كتير جدا عشان هم مش قادرين يصرفوا، فصبرين على مشاكل كتير لمجرد ان العيله دي هتشيل، اعتذر عن كلمتي دي، بلوي. للاسف بتحصل مشاكل اكبر، ودايما يقول لك البعيد دايما عزيز. القرب دايما بيولد المشاكل وبيولد الكراهيه. في ظل الظروف اللي احنا فيها دي بيولد الكراهيه، واي حد يقول غير كده اعتقد ان هو ربما يكون غير صادق. استاذ شريف، انت مش مع بيه، لخص اللي انا قلته، انت لخصت ما قاله الاستاذ عادل. وخلينا نقول سؤال لحضرتك، بشكرك يا استاذ شريف. انا ليا سؤال لو تسمح لي يا استاذ شريف، يعني مداخله صغيره. يعني انت مقيم مع بيت العيله ولا لا؟ محمد، هل حضرتك يا استاذ محمد لو يعني في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه دي الان تقدر ترجع تعيش مع بيت العيله؟ شكرا. طب يا استاذ شريف، يبدو ان احنا فقدنا الاتصال مع الاستاذ. هو اجاب على سؤال حضرتك، كان نفسي اساله في سؤال واجاب على سؤال حضرتك. لا، هو ايضا ذكر سؤال الاستاذ محمد، بيقول له تقدر النهارده ترجع تاني لبيت العيله؟ تقدر ترد عليا يا استاذ؟ معناه ان هو رفض نفسه. انا عايز ارجع بيت العيله، واتمنى ان الوقت ما يطولش لما ارجع بيت العيله. احنا ان شاء الله الحمد لله بنينا وبنشطب وان شاء الله راجعين بيت العيله. يعني انت لازلت مصرا على انه رغم المشكلات الكبيره الموجوده. بس حضرتك وما قاله المتصلون، اقل المتصلين على راسي، لان هم كل واحد منهم بيعبر عن رايه زي ما انا بعبر عن رايي. طبعا ده رقم واحد. رقم اتنين، هو قال ان اللي انا بقوله المثاليه. ده ما صح، وانا اتمنى ان اكون مثالي واجري على ان اخلي المثاليه دي واقع. وزيارة صعب ان اعيش الواقع. نعم، مثاليه انا ما صعب انا ما انا ما انا ما نكرتش الواقع. المثاليه اللي حضرتك انا ما نكرتش الواقع باتت انا يا سعادة الباشا يا سعادة الباشا انا ما نكرتش الواقع وما قلتش ان هو مش موجود. مش معنى ان هو مش ان هو موجود ان انا ايده او ارفضه. الرفض او القبول ده موضوع تاني. لا بس هقول لحضرتك يا سعادة الباشا انا وظيفتي. اتفضل اتفضل. بص يا محمد بيه خلينا بس واقعيين. بامانه على ضوء المفاهيم بتاعتنا كلنا كمصريين النهارده، بقى يفضل الاستقلالية. يفضل هقول لحضرتك ليه. يمكن انا وسيادتك دلوقتي احنا متقبلين الراي والراي الاخر. تعتقد كام واحد زينا كده هيتقبلوا بعض؟ ما عادش يا استاذ محمد. ما احنا اللي استسلمنا للواقع يا ده فندم. يبقى احنا بننحدر، مش بنستسلم، احنا خلاص. يا سعاده الباشا العمليه الحسابيه دايما ليها معطيات. المعطيات بتقول الاستقلاليه افضل حاليا. يا سعاده الباشا المعطيات اللي حضرتك بتقول عليها ادت الى نتائج موجوده في المحاكم. يا فندم اسمح لي استاذ عادل استاذ محمد، لو لك كلمه اخيره انا احب حضرتك تقولها، لان انا يعني معايا حد زوج وله تجربه وهو مؤيد لموضوع بيت العيله ايضا، ومصر انه هو يشارك معنا في الجزء الاخير من البرنامج. فلو لك كلمه اخيره تقولها للساده المشاهدين. انا اشكر المتصلين سواء مؤيدين للراي او اللي مؤيدين للراي الاخر. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا سعيد بالاتصال الاخير اكتر من سعادتي بالاتصال اللي ايدني. نعم. لكن انا مبسوط جدا جدا ان هو قال ان الكلام بتاعي كلام المثالية. والمثالية وان كانت مش موجودة في الواقع فوظيفة المجتمع انه يلجأ اليه.
ويتمناها ويعمل على عودتها. بس يعني انت ترى ان يعني لو ان هذه مثالية انت تتمنى ان يعود المجتمع المصري. طب واحنا عايزين ايه غير المثالية؟ ولكن يعني لا تتحقق المثالية بالامنيات. احنا مين قال ان احنا بنعمل بالامنيات؟ احنا وظيفتنا يا بيه اقناع كل ما نصل اليه برأينا. اشكرك اشكرك يا استاذ محمد السباعي الكاتب الصحفي. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونرجع تاني. شكرا استاذ محمد. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين. عدنا بعد الفاصل. انا انضم ليا في الحلقه النهارده في الاستوديو الاستاذ وائل واكب، وهو باحث اجتماعي وزوج، وانت مؤيد لموضوع بيت الاقامه في بيت العيله، واستفزه كما قاله الاستاذ عادل الصغير فاصريت ان انت تيجي او تشارك معنا في هذا اللقاء. اتفضل، عايز تقول ايه عن موضوع العيله؟ هل ايه ليه انت مؤيد للاقامه في بيت العيله؟ فندم بيت العيله دوت يعني الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها ما ينفعش شاب انه يفتح بيت لوحده، واخد بال حضرتك؟ نعم. دلوقتي انا مرتبي قد ايه عشان انا افتح بيت لوحدي؟ الاستاذ عادل من اول حلقه هو معارض ان الواحد يقعد في بيت العيله. بيت العيله ده الالفه، بيت العيله يعني رجل العيله الكبير بتاع العيله اللي نقدر نوصل له في اي مشكله احنا عايزين نوصل لها كاثنين زوجين لسه بادئين حياتهم، خبرتنا مش كبيره ان احنا نقدر نفتح بيت لوحدينا، واخد بال حضرتك؟ لازم نبقى احنا يقول لك احنا اللي ملوش كبير بيشتري له كبير. لما احنا مستقرين لوحدينا اولا الظروف الاقتصاديه مش هتسمح لنا ان احنا نعيش لوحدينا، تمام؟ انا لما هاجي ادور زي ما الاستاذ عادل بيقول ايجار ب 500 جنيه، حتى لما الاقي 500 جنيه انا مرتبي فيها قد ايه؟ كام 500 جنيه ان انا افتح بيت لوحدي، تمام؟ لكن لما بقى عايش في بيت العيله، تمام؟ وحته ان انا مثلا ايه لا مش مرتبي كله او مرتب زوجتي هديه للوالد او هديه للوالده ان هي اللي تدير البيت، لا مش كده، بس يبقى في جزء من المرتب هم اللي بيقدروا يقوموا بيه في بيت العيله، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا بقدر في اي مشاكل تقدر تقابلني. يا استاذ وائل انت 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 باختصار كده انت شاهدت ما قاله او سمعت ما قاله الاستاذ عادل، انت مؤيد ام معارض لما قال ورايك؟ لا انا معارض طبعا بكلامه ولا لا؟ الكلام يا فندم انا معارض طبعا لكلام الاستاذ عادل، مع احترامي لك. اقتنعت بكلامه ام لم؟ لا ما اقتنعتش طبعا بكلامي، الكلام جميل يا فندم لكن على ارض الواقع العكس طبعا تمام. انا ما اقدرش افتح بيت استاذ عادل، انا ما اقدرش افتح بيت. هو بس انا عايز اسال استاذ وائل، ويبدو انه بلدياتي من اطفيح. لا يعني خلينا اسالك سؤال بس خلينا في الموضوع. طب يعني حدثني كده عن مفهوم بيت العيله بالنسبه لك. يعني ايه مفهوم بيت العيله يا فندم؟ ان يبقى في اسره كامله تقدر تحاول تحل المشاكل اللي ممكن تقدر اللي تقوم ما بين اثنين زوجين لسه حادثين في الزواج ما عندهمش خبرات ان هم يقدروا يديروا بيت، واخد بال حضرتك؟ المشاكل كلها بتظهر في اول سنين الجواز، لكن لما في رجل الاب بيبقى موجود او الاسره تبقى موجوده او العيله تبقى موجوده، واخد بال حضرتك؟ بتقدر تحجم المشاكل ديت، بتقدر تمشي الامور، تمام؟ اللي بتقدر تظهر في بدايه الزواج. يعني انا مثلا قاعد في بيت عيله ما اي مشكله ممكن تظهر بلاقي اللي يقدر يقول لي لا كده صح او كده غلط، يقدر يحجم يحاول يلم ما بين، واخد بال حضرتك؟ يعني حضرتك تعتقد دلوقتي لو انت النهارده مقيم وزوجتك في مع الحج والحجه مثلا، تمام، وان كان ده موجود عندنا في تطفيح ممكن لحد دلوقتي، تمام، لكن لو الست بتاعتك جت دلوقتي خارج انه موجود يا استاذ عادل. لا لا ما هو لا 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 حضرتك في الحياه تقول ان في الحياه تقول مثاليه لا لا بالظبط يا فندم. لا بس هقول لحضرتك على حاجه، انا ما قلتش انه مش موجود على اطلاقه، بس بقول الاغلب الاعم استقلاليه. طب اتفضل استاذ وائل. اتفضل يا فندم. الست بتاعتك فجاه يعني انفعلت، وده يعني هي بشر، فاخطات في حق والدك. ماذا يحدث عندكم بقى في التطفيل يا فندم؟ حضرتك بتدي مثال ملوش علاقه بالواقع. المثال يا فندم اللي له علاقه بالواقع ان احنا اسره متدينه قايمين على الدين، والدين اساسه المعامله. طالما المعامله سليمه المشكله اللي حضرتك ديت ملهاش علاقه بالواقع. طالما الدين دين معامله والاب عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه والزوج عارف الواجبات والحقوق اللي عليه، المشكله حتى لو ديت مش ملهاش اساس من الواقع اصلا. لكن وارد برضه يا استاذ وائل، هل الخلاف اللي في خلاف يا فندم؟ حتى لو الاسره يعني الاسر كلها متدينه الشعب كله الخلاف متدين. الخلاف يجوز جائز انه يحصل، فاهمني؟ لكن المشكله الخلاف دوت ممكن يتبلور لمشكله كبيره، ومشكله كبيره تتبلور لانفصال لو احنا عايشين لوحدينا. بل وجود الاب والام والاسره والعيله هيقدروا يحجموا الموضوع، يهدي دوت يهدي الطرف دوت، لا كده غلط كده صح. لكن احنا قبل ما نوصل حتى للزوج للاب والام او العيله ان احنا نقول لهم على المشكله اللي بتظهر عندنا، تمام، هيكون المأذون اقرب لينا.
واخد بال حضرتك، هم عندهم الحكمه انه يقدروا يديروا كمان شؤون. مع احترامي انا ما عنديش خبره في حياتي، خبرتي صغيره لسه، اول مره اتعرف على زوجتي وزوجتي تعرف عليا، لسه بنبني بيت صغير. واخد بال حضرتك لو احنا عايشين لوحدينا المشاكل ديت هتكبر من لا شيء، لكن الاب موجود وكبير العيله موجود، ايه اللي حصل؟ لا كده غلط، لا كده صح، هيقدروا يحددوا الموضوع، الامور تهدى، الحياه تمشي. لكن لو احنا عايشين مستقلين الحياه هتبوظ يا فندم. معظم المشاكل بتحصل ان احنا بص حضرتك كلام الاستاذ وائل بينم على ان الاستاذ وائل مش متمرد على والده او على السلطه الابويه، وهو بالضروره تمرد على والده بس من فضلك. انت قلت كل لكن انا بتكلم انا بتكلم لا بص ما انا بقولش حتى بزوج لسه بتكلم النهارده عن ظاهره اجتماعيه. يا استاذ وائل احنا بنتكلم على اسمح حضرتك استاذ عادل عن تجربه شخصيه ليك. لا مش برضه من دعم العزيز عندك كل شاب من الشباب دلوقتي النهارده الشباب بيتقبل النصيحه من الاب، ما عادش بيتقبل النصيحه من الام. طيب ما هو يا استاذ ده اسمه التمرد على السلطه الامويه. يا استاذ عادل انا باحث اجتماعي كلمنا كده العلم الاجتماعي بيقول ايه على التمرد اليومين دول. هقول لحضرتك يا فندم لا الناحيه العلميه سيبك من التجربه الشخصيه يا فندم. احنا قول لي الاحصائيات بتاعتك بتقول ايه كده. الحلقه بتتكلم على الواقع ما بتتكلمش على العلم بس، صح ولا لا؟ الواقع بيقول يا فندم عن الواقع وليس النظريات. العلم النهارده انا الاستاذ محمد فكره الاب قال لك مثاليه وانا سعيد ان احنا بنتحدث ارض الواقع. نفس المنطق بتاع حضرتك منطق الواقع، منطق الواقع يا فندم من الارض. اشكركم شكرا جزيلا. يعني اشكرك يا استاذ عادل، شكرا جزيلا استاذ عادل الصغير المستشار القانوني، واشكرك يا استاذ وائل واكب، وسعداء بمشاركتك معنا في الجزء الاخير من هذه الحلقه. اعزائي المشاهدين هذا كل ما لدينا اليوم في التحدي. اسمحوا لي في النهاية أني أشكر فريق عمل البرنامج الذي يبذل جهدا مضنيا في إخراج هذا البرنامج حتى يعني ترونه في هذا الشهر الفضيل. أستاذ عمرو لطفي مدير البرامج، الأستاذ حمدي أحمد رئيس تحرير، أسرة الإعداد أستاذ عبد الله الشريف، الأستاذ محمد أحمد، محمد فوزي، وحتى يعني لا أنسى أحدا من زملائي مدير تصوير الأستاذ منتصر السيد، والصوت مهندس أسامة بحراوي، خدمات إضاءة الأستاذ عصام سيد، والاستاذ احمد يوسف، مدير الاستوديو الاستاذ نصر شاهين، والمخرج رامي الجيار. يعني شكرا جزيلا لهم على كل ما يقومون به لاخراج هذا البرنامج في هذه الصوره التي ترونها في شهر رمضان الكريم. وفي النهايه اراكم غدا ان شاء الله على خير. تحياتي صفة العربي، اراكم على خير. للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.